ورد هيفا اجت. يلا جاي. ليك جاي بالحمام. وكيفه؟ مو منيحة هلا صحيا اكيد احسن، بس ما عم تنام ولا عم تحكي مع حدا ولا عم تتواصل مع حدا، ما بدها تشوف حدا. صار لها اسبوعين تقريبا وصلاني، انت اول حدا بتقبل انه تشوفه. لما قلت لها انه حكيت معك عملت لي صرعه. الوحيد اللي عم تتواصل معه بحر وامه على التليفون، ولما بينام بحر بتقضيها طول الوقت يا شارده يا عم تكتب يا على الفيسبوك عم تشوف شو في ما في اخبار، بس ما عم تتواصل مع حدا. منيح انه عم تكتب. وانت كيفك وكيف عزوزة؟ منيح ماشي الحال، يعني هون بضل في حركه نشر لكتب الاطفال، عم دبر اموري. وسوسن هلا عملت لها كم حركه جنان لانه ورد قاعده عندي هون بالبيت. ما بتعرف الظرف يعني؟ بلى، بس صعب حدا يفهم طبيعه العلاقه بيني وبين ورد، مع انه متاكده انه ما في شيء ولا رح يكون في شيء بيني وبينها. انت خبرت ورد انه بدك تتجوز؟ ما في ضروره تعرف هلا، ولو انه متاكد انه ما عندها مشكله. طولت بالحمام. تقومي لعندها؟ ايه تفضلي. هيفا انا كثير خايف عليها، اول مره بشوفها ضعيفه لهالدرجه. ورد يا ورد الجوري، حاجة تقل علينا يا مدام. بدي غير اسمي اعمله شوكة. هطلع السلامة يا شوكي. يلا 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 فوتي غيري ثيابك بدنا ننزل. مالي حسناني. ماني حسنانة، اي مو على كيفك، بدك تنزلي وتمشي بالشارع وتشوفي عالم، يلا يلا. ما بكفي صار لك اسبوعين ومانك مخبري حدا؟ ونحن ما في غير من دقدق تليفونات لامك وبتقلنا يا نزلت يا نايمة، الناس كلها مفكرتك لساتك بالشام، كمان في عرس ندى اليوم، ريم هلكت للقطيك. اكيد ما رح روح على العرس. بالله، المخلوقة أجلت عرسها على بين ما تطلعي من السجن، بعدين اليوم تيم وبسام بدهم يجوا من تركيا. بما إنه عم تفتحي فيسبوك أكيد بتعرفي شو صار معهم. واليوم راس السنة. عجة مناسبات على بلا طعمة. عرس وراس السنة. الحياة جميلة والعصافير تزقزق. جد هيفا اليوم راس السنة. مين قال لك انه جايين؟ بسام قال لي، تيم ما في غير بيبعث لك مسجات على الفيسبوك وانت ما بتردي. لك وين تسطحتي؟ قومي. مالي حسناني. بدك تحسني ولأيمتى؟ بحر بده أم، مو تمثال مزروع بالبيت. يلا قومي، ماني حالي عنك لتقومي. طبعا انت قلتي للكل اني ببيروت. ايه قلت للكل انك انت هون، ووعدت ريم انه جيبك واجي على العرس. هون بحسها كلمه ما بتنقال غير عالشام، اي مكان تاني هو هونيك. لساتك مفزلكه معناتها منيحه. يلا قومي خلصيني.